أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. مش انتهيت عليه؟ باب زيادة الإيمان. أي نعم. هذا سائل يسأل فيقول: ما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟ زقوم، الشجرة الملعونة شجرة الزقوم والعياذ بالله. نعم، والشيعة يقولون الشجرة الملعونة بنو أمية من جملة تحريفاتهم. نعم. أحسن الله إليكم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون فغلي الحميم، هذه شجرة الزقوم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما توجيه فضيلتكم؟ ولماذا شجرة الزقوم فتنة؟ لماذا صارت فتنة للكفار؟ لأن أبا جهل لما سمع الآية إن شجرة الزقوم طعام الأثيم قال الزقوم هو الزبد، زبد مع التمر عند العرب، الزقوم يتزقمونه يعني الزبد مع التمر، جاب لهم تمر وزبد قال تزقموا، هذا هو الزقوم الذي يتوعدكم به محمد. فصارت فتنة يعني والعياذ بالله للكفار، حيث يتمسخرون من القرآن. نعم.